زوار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله سيدنا مولانا محمد رسول الله، سيدنا ادى الامانه وبلغ الرساله، نصح الامه وزور الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، والحمد لله ذلك ان شاء الله من الشاهدين. اما بعد، هذا كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق هذا المكان عمار وزوار، فان لنا ولكم في الله سنه وكتاب وحجه، أيها العامر أيها القارين أيها الخادم، مولعا زنديقا مقتحما فاجرا، مكن في سحن في بطن في رأس، قبر في مقبرة أو طير في طائر، عمل في ماء أو فضة أو في نحاس أو في ذهب أو في جيفة أو بقسم أو بعزيمة، فذوق للخروج أو للنطق طاعة لله وطاعة لأسماء العظام، أن يطمس وجوها فنردها على أدبارها، أو لأنكم كما لعنا أصحاب السبت كان أمر الله مفعولا. اللهم ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من دونك سلطانا نصيرا، قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل كان زهوقا، ونزل القران الموجب رحمه الموجب الظالم الخاص، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما.